برضو تتكلم على العلم وتتكلم على الانطلاق وتتكلم على التطور وتفرح الحقيقة، تفرح لأبناء وشعب دولة شقيقة جدا وقريبة جدا لقلوبنا كمصريين، تفرح لأولاد وأحفاد زايد رحمة الله عليه، زايد الخير شيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، لما تسمع أنه دولة الإمارات العربية المتحدة بتعلن نجاح إطلاق قمرها الصناعي خليفة سات إلى الفضاء الخارجي. ده أول قمر صناعي يصنع بأيدي إماراتية، يعني Made in Emirates، United Arab of Emirates. الحقيقة أنه إطلاق القمر الصناعي ده خليفة سات، ده كان من المحطة طبعا الأرضية اللي موجودة عندهم في مركز فضائي، كان موجود في اليابان على متن صاروخ كده حاجة معقدة HIIA. وخليفة سات ده زي ما قلنا أول قمر صناعي يتم تصنيعه بخبرات وأيادي إماراتية محلية بنسبة 100%، وأخدوه وطوروه في مختبرات تقنيات بقى الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء. الحقيقة أنه لما تسمع الخبر ده تعرف قد إيه أهمية أن إحنا زي ما طول الوقت عندنا تركيز وشغف، حتى إحنا كإعلام، حتى إحنا في برامجنا، حتى في التوعية، في مدارسنا، في جامعاتنا، زي ما طول الوقت نتحدث عن الصعوبات والتحديات، علينا أيضا أن ننظر بعين الجد إلى ما وصل إليه العالم اليوم. النهاردة الناس بتتكلم على إمكانية أنه المريخ يبقى فيه حياة، ما هو الاكتشاف ده بتاع البكتيريا الزرقاء اللي في الصحراء ده، مش في الصحراء ده، ده بداية، ده مش النهاية، ده اكتشاف، ده ممكن نوصل أن احنا نطلع المريخ ونستكشف ونشوف فيه إيه والحياة هناك ممكن تبقى عاملة إزاي، وممكن ساعتها نطلب من وزارة الإسكان أنها تطرح بعض الوحدات السكنية هناك. الحقيقة أنا واثقة أنه هيبقى فيها عليها هجوم، الناس كتيرة عايزة تسيب كوكب الأرض كله على بعضه كده. الحقيقة لا، أحداث علمية مهولة، يعني تسمعها وتشوف كده الصورة اللي انت شايفها دي، القمر الصناعي خليفة سات. طبعا ألف ألف مليون مبروك لإخواتنا وأشقائنا في الإمارات حكومة وشعبا، ده حدث مهم ومحترم جدا. خليفة سات أول قمر صناعي يطلق بأيدي وخبرات إماراتية محلية 100%، 100%. إحنا قدامنا شغل كتير عشان نوصل لده. مصر طول الوقت ليها ظروف خاصة، ولو إحنا طول الوقت بنقول علينا ألا نجلد أنفسنا، ودي حقيقة، لأن الظروف اللي مرت بيها مصر الحقيقة يعني من قبل ثورة يناير، يعني من قبل ثورة يناير، ما هي مش بتكلم سياسة هنا، حديثي ده ليس سياسيا، أنا بتكلم هنا عن يعني مواطنة عشت قبل يناير 2011 والحمد لله لغاية دلوقتي موجودة. يعني ما هو ما وصلنا إليه اليوم من هذا الكم الرهيب من قرى ومدن تحتاج إلى رصف ومياه وصرف صحي وبنية تحتية وحاجات متهالكة وطرق متهالكة، ما كل ده مش نتيجة 6-7 سنين على فكرة، كل ده لأنه من الأول خالص إما ما تعملش صح أو تعمل وما كملش أو ما تعملش أصلا من الأساس. عندنا تحديات كبيرة، قدامنا لسه شغل كتير جدا نشتغله، الظروف صعبة جدا، اقتصادنا في مصر لسه بيتعافى، لم يتعافى بعد لكن لسه بيتعافى، لكن في النهاية لو عندنا احنا كمصريين إرادة حقيقية ان احنا ننطلق، مين عارف، عندنا الخبرات وعندنا الدماغة المصرية الحلوة، عندنا العلماء المصريين اللي العالم كله بيطلبهم، عندنا نماذج، عندنا ناس أخدت نوبل، عندنا أسامي مشرفة في مصر من كل المجالات، لو قدرنا احنا كمصريين نقتنع ان احنا بإذن الله لازم نعدي المرحلة دي عشان ننطلق، ومين عارف يمكن في يوم من الأيام نطلع كده وربنا لو ادينا العمر نطلع كده ونقول مبروك أول قمر صناعي مصري بأيدي مصرية 100%. ده حلم، وانا عارفة انه صعب طبعا مش سهل، ولكنه حلم قابل للتحقيق إذا ما استطعنا كمصريين بإذن الله ان احنا نتوحد ونشتغل أكتر وننتج أكتر، وربنا يا رب يكتب النجاح والتوفيق لينا.